الحوار ده النهارده هيكون عن حلقه الكون عام، او زي ما فاكر نقول احنا المصنفين وكل روح الكون ده حلقه الرابع عام، او زي ما فاكر نقول عمالي كده هي الدنيا جايه على ايه، او حتى هي الدنيا جايه على ايه، سواء كده انت بقى تعرفه حد بيتكلم هو او حد ما تعرفش عنه اي حاجه تمام. طيب هنقوم بعمل حاجه زي دي ازاي؟ نيكست احنا هنقوم النهارده بخوض رحله قصيره في محاوله ان احنا نحكم على الكون، وعايزين نشوف هنعمل ده ازاي بشكل واضح. هيبدا ان احنا هنعمل نموذج تمثيل فيه عده انفرادات. النموذج التمثيلي ده هيكون في عدة انفرادات هشرح عنها دلوقتي، ان هو هياخد الاعتبار بين الجنس البشري فقط. طب انفراد زي ده ايه السبب بيه؟ السبب بيه ان الانسان بناء على باقي اخوات الحيوانات هو الوحيد اللي عنده القدره على التمييز واستخدام عقله للحكم. بمعنى ان انت عمرك ما هتلاقي غزاله زعلانة واحدة بتيجي بتختار بتقول اشمعنى ثلاثة من العيلة بس تاكلوا والغزالة الثانية تاكل من العيلة اثنين، ولا عمرك تلاقي القرد بتقول انا اكلت النهارده ثلاث كوسات واخويا القرد كان موزة واحدة، واشمعنى هو كان موزة واحدة يعني ده عنده صعب خالص. فدايما صاحبك الانسان تعرف نفسه وشغل نفسه دايما بالحب على ما يحدث حواليه من احداث سواء كانت تخصه او لا تخصه. النموذج التمثيلي ده هيكون مكون من اربع خمس مدخلات هناك واقع واحد. الاربع خمس مدخلات دول هيمثلوا حياه الانسان بدايه من ولادته وحتى وفاته. والنهج الوحيد ده هيكون هو ناحيه جمعهم كلهم. من الاخر بيقول لك انت طلعت منها بايه؟ تمام؟ هنبدأ دلوقتي نشوف ايه الاربع الخمس مدخلات دول. هيبدأ اول حاجة بالماضي، وتاني حاجة بالحاضر، وتالت حاجة بالمستقبل، ورابع حاجة هنسميه ما وراء الستار، او زي ما كان بنقول كده ما لا ترى العين وما لا تسمع الاذن. طيب لو انت انسان مصدق بوجود اله الكون ده هيفيدنا مدخل خامس. ايه هو المدخل الخامس ده؟ المدخل الخامس ده هيكون هو ما بعد الحياه. دي افتر لايف. او زي ما كان بيقول كده الجنه والنار. او الجواب والعقاب. ايا كانت الجنه مسلم، مسيحي، يهودي، ايا كان. طيب هيكون عندنا القيمه بتاعت الاكس هي النهج الوحيد من المعادله دي. النموذج ده النموذج التمثيلي ده هينتهي بينا الى المفروض حاجه من اثنين، اما ان الكون عادي او ان الكون غير عادي. امتى يكون الكون عادي في الحسبه بتاعتنا او في المنطق المصري بتاعنا ده؟ يكون عادي لو افترضنا ان قيمه اكس بعد جمع كل ما مر به الانسان في الحياه الدنيا او حتى هيمر به في الحياه الاخره او بعد وفاته، لقينا ان كل الناس على وجه الارض بدايه من بدايه الكون وحتى انتهاء الكون حصلوا على نفس القيمه اكس. بمعنى كل غرض ان عايزين نخلي قيمه اكس صفر بالنسبه لكل من خطر قدمه على وجه الارض او وبالتالي ابعاد الكون بلاش الارض والارض. يعني من الاخر هنجيب الناس كلها بدايه من اللي كانوا عايشين واللي عايشين حاليا واللي هيعيشوا في المستقبل ده من ابعاد الكون ده. يعني ما ينفعش تلاقي ان محمد خارج من الدنيا بطول اكس 5 وعبد الرحمن خارج بطول اكس 3 وزيد وعبير خارجين بطول اكس 0. لازم كلهم يخرجوا نفس الدنيا.
فإذا ما قدرناش نثبت إن هو لون آخر بنفس القيمة صدق مثلا لأنها مختلفة يبقى إحنا كده أثبتنا إن الكون غير عام. ماشي. هتلاقيه دلوقتي بيبقى من على القناة على اليوتيوب المكتب الوحدي هنستخدمه كنموذج تمثيلي حاجة بيشتغل بحيث إن أنا ساعدنا على إن إحنا نشوف الموضوع بشكل عملي شوية. الفيديو ده هنتخيل فيه الأشخاص اللي موجودين أو مركزين على إن هم أشخاص ماشيين في رحلة حياتهم. والخط اللي ماشيين عليه ده هيكون خط الزمن بناء على إن هو كل ما يكون في نقطة يبقى اللي هو ده ماضي واللي قدامه مستقبل والنقطة اللي هو فيها حاضر. تعالوا نبدأ مع بعض كده نشوف الفيديو ده. اللي هي ما يهم فيها الإنسان من مواقف.
سواء كانت سيئه او جيده. حظ حالفه مره جه معاه، حظ جه ضده مره ثانيه. فمن الاخر كده كل حد من حدود الماضي والحاضر والمستقبل بيضم مسيره الانسان في الوقت ده بشكل كامل مكمل، ما بيسيبش ولا نقطه. ناس ننتقل دلوقتي الى الحد الرابع، وده اكثرهم صعوبه اللي احنا نحدده. اول حاجه نبدا بالقدره الكامله على كل شخص. القدره الكامله على كل شخص هي شيء ما حدش عنده المقدره ان هو يوصل بيه او يقيسه باي شكل من الاشكال حتى شخص اخر. وبناء على قدره كل شخص الجسديه او العقليه او النفسيه او اي كانت، بنبدا نحدد هو هيبذل مجهود قد ايه عشان ينتهي شيء او يقوم بانجاز شيء. بمعنى ان احنا لو افترضنا عندنا كتاب، والكتاب ده عايزين اثنين يقروا، واحد قراه بساعه والتاني احتاج ان هو عشان يقراه ثلاث ساعات. اللي قراه ساعه عقله او قدرته العقليه على التركيز والفهم ساعدته ان هو يخلص في ساعه واحده. لما سافر 100% من قدرته الكاميه وبذل مجهوده 100% بمعنى اصح، قدر ان هو يمتلك الكتاب فاضل ساعه. في حين ان هو قدرته لا تمكنه جسديا ولا تركيزيا على فتره ان هو يحبس لفتره ثلاث ساعات. لو في شخص اخر اللي قدرته تمكنه من انتهاء الكتاب ده ان هو يخلصه في ثلاث ساعات، وهو حابب ان هو يقول ان الدنيا مش عاده ان هو محتاج يخلصه ساعه، وازاي يقدر يخلصه ساعه وهو محتاج يخلصه ثلاث ساعات؟ الشخص ده كان عنده قدره جسديه او عقليه ان هو يركز فتره اطول من الزمن وهي ثلاث ساعات. على الصعيد الاخر الثاني ما كانش عنده النقطه دي. فالاثنين لو استخدموا 100% من القدره الكامله عندهم هيقدروا ان هم ينتجوا بشكل كامل وصحيح ومؤدب الى الكتاب ويطلب نفس الناتج في النهايه. ولكن اذا قرر واحد منهم ان هو يستخدم 50% من قدرته ويقعد مثلا بدل الثلاث ساعات ساعه عشان يبقى قاعد نفس الفتره الزمنيه، فبالتالي هو ما بقاش كده 100% من الطاقه الكامله عنده ولا من مجهود اللي بذله الشخص الاخر اللي قاعد ساعه. نيجي للنقطه الثانيه وهي الافعال. الافعال بنشوف منها او بنشوف بعضها او بنشوفش بعضها. مفيش حد يقدر يلاقي الطاقه 24 ساعه عشان يلاقي من بدايه حياته حتى نهايه حياته. زي ما شفنا كده في الفيديو كان في اوقات الشخص بيشاهد الاثنين التانيين. وفي حاجات بنشوفها يعني في حاجات بنشوفها الناس بتصرفها قدامنا ونعرف ان هم بس حتى دي ما بنقدرش ان احنا نفهمها صح ولا نفهم عقيدة ولا نكملها. ليه؟ لان في العقل وما يدخل داخله ده شيء يقع على الناس من بعضها البعض. النية، التخطيط للمستقبل، الغرض من فعل الحاجة اللي احنا بنعملها ايه؟ بمعنى ان انت لو قابلت شخص في الشارع، شخصين عندنا شخصين، قابلهم شخص في الشارع بيسأل الحاجة إلى ما، فالشخص الاول اعطاله مال، فانت الظاهر ايه؟ ان الشخص ده اعطاله مال المفروض ان هو بشكل سطحي ان هو اقل من الشخص اللي ما ادالوش مال. ازاي ما انت مش عارف قال هو اداله مال؟ لان هو ما كانش معاه حد عايز يشوفه هو بيدي بيعطي المال فياخد عنه فكره معينه، ولا هو ادى المال ده لنهايه جديده ان هو كان عايز يساعد الشخص المحتاج ده، ولا هو بيدي مال للشخص ده لان هو عايز يستغله في عمل سيء او هيخلصه شيء من غير ما الناس تعرف. على الصعيد الاخر الشخص اللي ما ينفعش الجزء اللي اتقال ولا تصور مثلا الراجل اللي يسال المال ده ممكن يكون بيفكر في ان الراجل ده هو من منطقه وعارفه وعارف ان هو فعلا غير محتاج بيدعي ذلك. وممكن يكون فعلا الشخص مش عايز يديله فلوس لانه هو مش عايز يديله فلوس، هو انسان مش جاي بدرجه ان هو يتسلط على الاخرين او مش شايف ان دي حاجه هو عايز يعملها. وممكن يكون الشخص ما بيدوش فلوس لان هو شخصيا ما عندوش شعبه ماليه ولا قدره ماليه ان هو يديله
تديله المبلغ ده من المال اللي هو بيسكيه. فبالتالي احنا هنا حتى جزء من افعال الوجوه العقل بيتنادي على حاجات كتير، ما بنقدرش حتى نحكم ولا نكمل الجزء ده ما هو وراء الصفار. كده احنا قررنا نوصل لنهاية كلامنا النهارده، والإجابة للسؤال بتاع هل الكون عادل أو هل الرب عادل أو الدنيا جاية على سلفك وجنبه ولا لأ، وهل الدنيا صدرت اللي اتولد من غير أب أو أم أو اللي دخل في ركوب أو اللي مات في ناس أو اللي أذى قوم وهو بعيد، كل الأسئلة دي إجابتها إن حضرتك ما عندكش القدرة إن أنت تحدد هل الكون عادل ولا لأ بأي شكل من الأشكال. ليه؟ لأن زي ما شفنا معدل المبسطة اللي فيها افتراضات بعد ما وصلناها عشان نفس الكون إحنا ما قدرناش نحسب ولا حتى رياضي من الأربعة ولا من الخمسة. إزاي هتحسب المعدل أنت ما تعرفش التغيرات اللي فيها ولا قادر تكملها أساسا؟ طيب نطلع من ده بإيه؟ نطلع من ده بإن شافك كإنسان وكائن بشري تحاول تتعلم من أخواتك الحيوانات باقي مملكتك إن أنت تبطل تاخد دور أو تاخد خطوة أو تضيع وقت في شيء مالكش القدرة إن أنت تجهزه ومالكش الحق أساسا. نبطل ندعي إن أنت ضحية أحداث الحياة، نبطل ندعي إن أنت ضحية للدمار وإن جينا ما عنده فرصة أكبر. ونبطل نصعب او نفكر في الناس الثانيه بالحال، وان ده احنا المفروض نجرب ان احنا نحكم على الكون بشكل سيء بسبب انت مش عارف هو كان في الماضي عنده ايه ولا هيبقى في المستقبل عنده ايه، ولو انت مصدق مش عارف هو هيموت ويحصل على ايه، وبرضه مش عارف هو حاسس بايه. كتير من هنا ممكن يكون اقل هنا اقل ساعة نفسية أقل أي كان، ومع ذلك ممكن يكون هو حالته وسعادته في دنيته أكثر من أنت شخصيا اللي أنت صعبان عليك. كثير مننا بيشوف ناس أقل مننا عايشين أقل مننا فرحانين، وناس كتير أحلى مننا ومش قادرين يعيشوا أو مش قادرين يكملوا حياتهم. وبكده أحب أختم كلامي النهارده وأشكركم على حسن استماعكم وشكرا ليكم.